طبعا احنا كلنا سعداء وعشان كده احنا متواجدين هنا ان احنا نشوف الشكل ده ونشوف المنظر ده وان احنا زي ما انت قلت سابقا ما كانش بالشكل ده. اعتقد ان في تقدم ملحوظ، واذا حبيت تبني مستقبل فلازم تشتغل من تحت، من القاعده اللي تحت. هذا شايفين اهلي زمالك زد مقصه كل الاكاديميات اللي موجوده بتشارك النهارده في بطوله بشكل منظم بشكل محترم. اعتقد ان ده نبني على ده بقى، نبني على ده لان احنا فاتنا كتير قوي، الناس كلها سبقتنا، فعايزين نبدا من تحت. فانا شايف اني حاجه جيده. احنا موجودين عشان نساند الولاد الصغيرين، موجودين عشان نساعد او نساند اي مشروع يكون هادف لمستقبل الكره المصريه ومستقبل الرياضه المصريه. لاني مؤخرا احنا زي ما بقول لك احنا بنعاني 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 بشكل كبير. فنتمنى بقى اللي جاي يكون احسن وافضل ان شاء الله باذن الله. احنا في ناس كتير سبقتنا بكتير قوي، حتى احنا كنا المفروض ان احنا بنقول المواهب المصريه دايما موجوده، ولكن خلاص هو في جزء اصبح بدراسات بعلم لازم يكون موجود. فعشان كده زي ما قلت لك ان في الوقت الحالي اذا فاتنا فنلحق بقى، يعني نلحق ان زي ما انت بتقول كده ان هي تحت. انا دايما بقول ابدا من قاعده الناشئين تحت، ابدا اهل مدربين بشكل جيد من تحت، ابدا طلع لعيبه بشكل مختلف. يعني مش هنفضل طول حياتنا بنعتمد على ان يخرج لينا جيل صدفه يحقق نجاحات زي ما انت الاسماء اللي انت ذكرتها. انا بقول ده ما كانش تخطيط، ده كان جيل مميز فنيا وسلوكيا، قدر ان هو يحقق نجاحات وقدر ان هو يحقق انجازات. بس مش هنفضل طول الوقت ان احنا نعتمد على ان يظهر مواهب وبعد كده خلاص الموضوع انتهى. لا، احنا عايزين ان زي ما الناس كلها شغاله احنا كمان لازم نشتغل من قاعده الناشئين بشكل مميز. وانا شايف ان ده بدانا فيه ولكن عايزين يعني نكمل فيه بشكل يليق بقى باسم ومكانه تاريخ الكره المصريه. يعني زي ما قلت لك حتى الانديه الكبيره اهلي زمالك اسماعيلي حتى الانديه الكبيره اللي هي صاحبه الجماهير احنا المواهب قلت، فمحتاجين ان احنا الكوره جت بقى فالواحد بينسى نفسه. فمحتاجين ان الانديه دي تاهل وتعلم لعيبتها بشكل بقى اللي هو بشكل اللي بقى فيه دراسات وعلم وكده. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله نشوف اولادنا دول كلهم نجوم في المستقبل ونشوف يبقى عندنا اكبر عدد من اللعيبه المحترفين يبقوا موجودين في اوروبا ان شاء الله باذن الله. خطوه خدناها نتمنى ان احنا نستكملها بالشكل اللي يليق زي ما قلت لك باسم ومكانه الكره المصريه. لان انت لو بتيجي تتكلم النهارده على منتخب مصر، هو اقصى منتخب حصل على البطولات الافريقيه في القاره الافريقيه. النادي الاهلي هو اقصى نادي حصل على البطولات الافريقيه في افريقيا. فبالتالي زي ما بقول عندنا تاريخ بس مش هنفضل عايشين طول حياتنا على التاريخ. انا شايف اني بدانا نعمل حاجه كويسه نستكملها ان شاء الله باذن الله بنفس الشكل، ومش مهم بقى مين موجود، اللي يجي يكمل عشان نبقى بنتطور وبنواكب السرعه اللي فيها كمان كره القدم، اللي هي زي ما قلت لك احنا في دول عربيه سبقتنا بكتير. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نستعيد مكانتنا تاني، ولكن بالحاضر بقى مش بالماضي.